التقى العاهد الإسباني الملك خوان كارلوس الأول يوم الأربعاء بالرباط برؤساء الجامعات بالمغرب وإسبانيا، حيث أبرز في كلمة له بهذه المناسبة أن هذا اللقاء يعكس رغبة الطرفين في الرقي بالعلاقات على المستويات الثقافية والعلمية في ظل المجهودات المشتركة التي بدأت على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الماضية. اليوم لنا كبير شرف أن يستقبلنا جلالة ملك إسبانيا، وبالنسبة إلي فهو يوم تاريخي في علاقات المغرب بإسبانيا، لأن الجامعة ستأخذ موقعها الحقيقي إذا أردنا فعلا أن نجعل من المغرب قطبا علميا. فهذا هو السبيل، والحمد لله هناك اتفاقيات مع دول كثيرة، وعدنا المغاربة بأن نجعل المغرب قطبا علميا وللبحث العلمي، وهذه المسيرة انطلقت منذ أيام، واليوم مع إسبانيا وغدا مع بريطانيا إن شاء الله. إذا نبشر المغاربة، المغرب سيصبح قاعدة قوية على مستوى القارة الإفريقية على مستوى الجميع إن شاء الله. واعتبر العاهد الإسباني أن التعاون على مستوى العلاقات بين الجامعات يرم تعزيز العمل وتطوير الأفكار التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضفتي المتوسط. En resumen, esta visita ha sido una visita que ha tenido una componente cultural y universitaria muy marcada, donde en terreno universitario. الزيارة لها صبغة ثقافية وجامعية مهمة، حيث كنا مرفقين خلالها ببعثة من وزارة التربية والثقافة والرياضة الإسبانية، ممثلين عن العمداء بالجامعات الإسبانية ونظرائهم المغاربة. لقد وقعنا اتفاق تعاون من أجل العمل بشكل مشترك عبر شبكة مغربية إسبانية. هذا الاتفاق سيكون مفيدا بالنسبة للبلد. Como bien ha resaltado en las palabras que ha tenido su majestad el rey para cerrar este acto. Este acuerdo será un acuerdo de trabajo, un inicio de una relación de trabajo que creemos que puede resultar en beneficio de ambos países. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الأهمية التي يحتلها التعاون المغربي الإسباني على المستوى العلمي، وضرورة تعزيزها بهدف الارتقاء بها باعتبار القرب الجغرافي بين البلدين.